السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض كشري الاسكندراني، بإذن الله هيعجبكم. وصفة سهلة وسريعة جدا ومش مكلفة خالص واقتصادية. هنعمل مع بعض رز أصفر اللي هو رز بالعدس، وهنعمل بطاطس زي ما انتوا شايفين كده، وكمان هنعمل بيض وبتنجان بالدقة، وهنعمل كمان طماطم مخللة زي ما انتوا شايفين كده. بإذن الله هتعجبكم جدا جدا. يلا حط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش. كمان مستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا، متحرمش منكم أبدا أبدا ولا من كلامكم الجميل ولكم بالمثل. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو على طول ونشوف طريقة التحضير. في البداية كده هنسمي بسم الله. وعندي بقى البطاطس بتاعتنا أي كمية أيا كان، بدأت غسلتها وقشرتها وكمان شطفتها تاني وقطعتها بالشكل دون كده إلى شرايح زي ما انت شايفين كده. وبعد كده حطيت عليها شوية من المية وهنضيف لها شوية من الملح زي ما انت شايفين كده. ونروح على البوتاجاز بقى نحطها على البوتاجاز عشان تتسلق معانا. هنعمل بطاطس مسلوقة زي ما انت شايفين كده. تاني حاجة هنعمل مع بعض بقى الرز بالعدس الأصفر زي ما انت شايفين اهو. عندي حوالي كوباية من العدس، وهضيف كمان حوالي كوبايتين من الرز. حطيت بقى الرز على العدس وبدأت أقلبهم في بعض وغسلتهم كويس تحت الحنفية. وبعد كده هنضيف بقى معلقة من الملح. بعد كده هنحط بقى العدس بتاعنا أو الكشري بالعدس، هنحط فيه المية. بعد كده هنوديه على البوتاجاز لحد ما يتشرب منه المية. ونروح بقى نعمل مع بعض البيض المسلوق. بعد كده هحطه على النار، وعندي بقى 4 بيضات اي كميه زي ما تحبي، وحطيت عليهم شويه من الميه وهسلقهم بقى على البوتاجاز. يبقى انا حطيت كده البطاطس اهي زي ما انتم شايفين. هشيل بقى الريم اللي بيطلع من عليها ده الابيض او زي ما انتم شايفين كده البطاطس. وعندنا بقى الرز على البوتاجاز اهو لحد ما يتشرب منه الميه، وكمان اهو الرز بتاعنا اهو لسه فيه الميه ما تشربش منه الميه. وبعد كده يبقى انا عملت البيض والبطاطس والرز زي ما انت شايفين كده. ونسيب بقى الحاجات دي تستوي مع نفسها كده. البطاطس حاولوا ان هي ما تتهريش معاكم. وده الرز بتاعنا اهو زي ما انت شايفين لسه ما تشربش منه المية. والبطاطس اهي قربت على الدخلة على سوا، والرز بتاعنا هنشوفه مع بعض اهو تشرب منه المية. هنبتدي بقى نوطي النار عليه. البطاطس بتاعتنا استوت وبقت تمام التمام. هنصفها من المية ونشوف هنعمل ايه مع بعض. الاول هنحمر البطاطس بتاعتنا زي ما انت شايفين كده، والبيض بتاعنا هو قرب يتسلق معانا. هنطفي عليه النار والزيت بتاعنا اللي احنا هنحمر فيه البطاطس. في البداية كده عندي بقى الطاسة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها، حطيت فيها شوية من الزيت. انا عايزة الزيت بتاعي يكون غزير علشان انا بحب احمر فيه البطاطس والبتنجان. في البداية كده هنحط فيه البطاطس. اول ما الزيت بتاعي يسخن هبدا انزل بقى بقطع البطاطس زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنسيب بقى البطاطس لحد ما تاخد اللون الذهبي. نروح بقى للبتنجان بتاعنا. عندي بتنجانيه غسلتها وهقشرها زي ما انتم شايفين. بدات اقشرها بالشكل دون كده. انا بحب اعملها الى خطوط كده زي ما انتم شايفين كده، يبقى جزء ابيض وجزء اسود كده زي ما انتم شايفين. بدات اقطع البتنجانيه بتاعتنا بعد ما قشرتها. هنقطعها بقى مع بعض، هقطع دوائر زي ما انت شايفين او حلقات كده. بعد كده اقسمها نصين زي ما انت شايفين. التقطيع بقى اللي تريحك زي ما انت حابه. بعد ما قطعت البتنجان بتاعي هبدا بقى ارش عليه شويه من الملح علشان البتنجان بتاعي ما يسودش، وكمان البتنجان ما يشربش زيت زي ما انت شايفين كده. بدات اوزع الملح على البتنجان كده. نشوف البطاطس بتاعتنا. البطاطس بتاعتنا اهي قربت تحمر معانا. هنقلبها على الجنب التاني كده زي ما انت شايفين كده علشان كلها تتحمر مع بعض. وبعدين زي ما قلت لكم الزيت الغزير ده بيخلي البطاطس بتاعتك تكون مقرمشه وبكون طعمها في منتهى الروعه والجمال. انا بحب بصراحه اعملها كده بالمنظر ده. هسيب البطاطس بتاعتي لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل كده. هنا البطاطس بتاعتي بعد ما اخدت اللون الذهبي نبدا بقى في الطبق بتاعنا اللي احنا هنقدم فيه. هنبدا بقى نشيل البطاطس زي ما انتم شايفين اهو كده تمام كده.
بعد كده بقى عند البتنجان هنبدأ بقى نحطه في الزيت علشان نقليه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، على بال ما البتنجان بتاعي يتقلي معانا ويبقى تمام كده هنعمل بقى الدقة بتاعة البتنجان. او زي ما انتوا شايفين عندي ثوم مهروس وهرسة شطة، حطيت بقى على الثوم والهرسة الشطة معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة الناعمة، وكمان ضفت عليهم معلقة من الفلفل الاسود، وعندي بقى مكعب مرق الدجاج زي ما انتوا شايفين كده، وعندي حوالي معلقة كبيرة من الخل. وهبدأ بقى اخلط كل الكلام ده مع بعض زي ما انتوا شايفين، هقلبهم بالشكل دول. بعد كده هعصر كمان عليهم ليمونة وهخلط كل الكلام ده مع بعضه زي ما انتوا شايفين. يبقى احنا عندنا هريسة الشطة والثوم والبهارات او التوابل زي ما انتوا شايفين كده، وعصرت عليهم ليمونة. ونروح بقى للبتنجان بتاعنا ونقلبه على الجنب التاني اهو زي ما انتوا شايفين. اول ما البتنجان بتاعي يتقلي كويس هنبدأ بقى نخرجه من الزيت. وهنا بقى البتنجان بتاعنا بعد ما احمر اهو اتحمر معانا، هنبدأ بقى نخرجه من الزيت ونصفيه كويس زي ما انتوا شايفين كده. عندي بقى البيض المدحرج، نبدأ بقى ننزله في الزيت زي ما انت شايفين كده، وابدأ احط البيض بتاعي اي كمية بقى زي ما انت حابة، حابة تزودي او تقللي في على حسب عدد اسرتك. زي ما انت شايفة بدأت احط البيض، وعندي كمان قطعتين من البتنجان هبدأ برضه احطهم مع البيض يتحمرهم زي ما انت شايفين كده اهو. عندي بقى كمية البتنجان اللي احنا قلناها مع بعض، عندي هرسة الشطة، الخلطة دي هنبدأ بقى نوزعها على البتنجان زي ما انتوا شايفين كده على بال اللي في الزيت ما يتحمر معانا. عايزة اقولك الخلطة دي بطريقتها تحفة جدا وطعمها حلو قوي في البتنجان، وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. على بال بقى ما البيض بتاعنا يتحمر معانا يكون احنا عملنا الطماطم بتاعتنا المخللة بإذن الله تعجبكم. عندي بقى الطماطم بتاعتنا اهي اي كمية زي ما تحبي، بدأت اعملها فتحات زي ما انتوا شايفين كده، ده الفتحات اللي انا هبدأ بقى احشيها منها الخلطة دي. الخلطة اللي احنا عملناها في البتنجان هي دي اللي هنعمل فيها الطماطم بتاعتنا، دي الطماطم المخللة. هنا بقى الطماطم بتاعتنا بعد ما فتحتها كده بالشكل دوت نبدأ بقى نحشيها بالخلطة بتاعتنا كده، وده كان الطماطم بتاعتنا المخللة بإذن الله هتعجبكم جدا جدا. دلوقتي البيض بتاعنا اتحمر زي ما انتوا شايفين اهو، هنبدأ بقى نخرجه من الزيت، كمان نخرج البتنجان ده ونحط عليه الخلطة الجميلة اللي احنا لسه عاملينها ونقدمه في الاطباق زي ما انتوا شايفين كده. عملنا بقى الرز العدس الاصفر، وكمان عملنا كمان البتنجان زي ما انتوا شايفين اهو بالخلطة، وكمان عملت معاكم البطاطس المقلية المسلوقة وبعد كده قلناها، وعملت كمان الطماطم المخللة والبيض المدحرج، واكلة في منتهى الروعة والجمال. بألف هنا عليكم حبايب قلبي، شايفين شكلهم عامل ازاي، اكلة اقتصادية وسهلة وسريعة، وكمان طعمها كان في منتهى الروعة والجمال. كده الفيديو بتاعنا خلاص خلص، يلا حط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وكمان مستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا، تحرمش منكم ابدا ابدا ولا من كلامكم الجميل ولكم بالمثل. استنوني الفيديوهات الجاية بإذن الله، اشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، مع السلامة.